فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من تزوج بامرأة وفي نيته أن يطلقها بعد سنة وهي لا تعلم بهذه النية؟ هذا الزواج بنية الطلاق اللي حصل فيه الكلام في هذه الأيام الأخيرة، نعم أنتم تعلمون هذا، الزواج بنية الطلاق هل يصح أو لا يصح؟ نعم. وكذلك حفظك الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم نكاح المسيار، هل هو جائز أم لا؟ مثل اللي قبله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.